يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كنت منكرا على أهل البدع بقلبي، لكن بيني وبينهم تبادل مصالح كتجارة، فهل يكفي الإنكار بالقلب مع مخالطتهم؟ تعامل مع حتى مع الكفار تعامل المباح لا بأس به بالبيع والشراء، إنما محبتهم في القلب أو تساهل فيما هم عليه وعدم إنكاره هذا هو الممنوع. أن تعامل معهم مع أنك تنكر ما هم عليه، ولا تجالسهم أو تضاحك معهم وتصادقهم، تعاملهم بالمعاملات فقط. نعم.